تسلم الدكتور شاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يوم الأحد بقصر معاشيق في العاصمة عدن أوراق اعتماد السفير الليبي الجديد إدريس أبو بكر، الذي نقل لفخامة الرئيس تحيات القيادة والشعب الليبي الشقيق لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والتمنيات لهم بموفور الصحة والسعادة وللشعب اليمني الاستقرار والسلام. من جانبه رحب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالسفير الليبي وحمل خالص التحيات للرئيس محمد المنفي ورئيس الحكومة والشعب الليبي وتقديره للعلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.